السلام عليكم. طبعا هذا البابونج سنقوم بأخذ كمية منه. هذا الميزان الآن نحن نحتاج 50 جرام من البابونج لمكافحة النوزيما عند النحل. أريكم بس الطريقة. جرام الآن هذا 50 جرام من البابونج. نشغل الميزان نكمل العملية. طبعا هذا الآن ماء، احنا بحاجة إلى 300 ملي من الماء. ثلث لتر، يعني احنا بحاجة الى ثلث لتر. هذه توصيات استاذنا ابو مازن. هذا الان ثلث لتر تمام من الماء. معنا البابونج بنغلي المشوية وحطينا البابونج بعد الغل. طبعا الآن قمنا بغلي الماء. نتأكد بس الآن ننتقل للميزان، نتأكد من الوزن، نتأكد من الوزن بس. علشان يكون الأمور مضبوطة. هذا وزيادة الآن أزداد. طبعا نقوم بزيادة الماء قليلا حتى كذا 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 مزبوط. الآن خلاص ثلث لتر. السلام عليكم. طبعا نحن الآن في اليوم الثاني بعد التنقيع 24 ساعة. نقوم الآن بتصفية الخليط أو البابونج. سنقوم بإحضار مشان تصفية زي ما يقال باللهجة اليمنية، ونضع فيه البابونج، وكما تشاهدون نقوم بعصره جيدا حتى يتقطر وتخرج منه المياه التي نريدها كاملة كما تشاهدون الآن. طبعا وهذا ما حصلنا عليه من الكمية. سنقوم بأخذ 150 ملي من مادة البابونج ونضعها في 1 لتر من المحلول السكري 1:1. الآن هذه 60 ملي، نكون دقيقين بالكمية. نأخذ باقي الكمية كذلك، هذه 60، إجمالي 120 ملي في 1 لتر من المحلول السكري. باقي 30، نأخذ 30 باقي الجرعة. طبعا هذا مادة ممتازة لمكافحة النوزيما. كثير من الإخوة لا يعرف كيف يحضر البابونج. هذه هي الطريقة وليكم الاستخدام. المواد اللي جهزناها هذه الخلايا. الآن سأريكم طريقة استخدام. نقوم بأخذ الآلة، خلاص جاهزة كما تشاهدون الآن بين الممرات النحلية. هذه طريقة المعالجة، هذا الشكل في كل الممرات النحلية.
وبهذه الطريقة قمنا بدعم النحل ورفع مناعته عن مكافحة النزيمة عن طريق الأسرة. إن شاء الله وصلت الفكرة، تحياتي لكم.